نهائي كأس العالم 1986، مباراة ممتعة جدا بين ألمانيا الغربية والأرجنتين. براون بيفتتح التسجيل بالدقيقة 23 بعد تمريرة رائعة من بورد شاكا، بعدين خورخي فالدانو ينفرد بشومخر بيسدد عن يساره وتصير نتيجة 2-0 للأرجنتين. الأرجنتين عم تتفوق، بس لا، ألمانيا ما تستكين أبدا. بسيناريو مشابه لفرنسا 1982، رومانيجا بيسجل الهدف الأول لألمانيا. رومانيجا أفضل لاعب في أوروبا لسنتين متتاليتين. وبعد 7 دقائق بس بالدقيقة 81، فولر بيسجل هدف التعادل لألمانيا. ألمانيا عم تنتقل الأمور لصالحة تماما، بس اللاعب الأسطوري مارادونا بمرر تمريرة ساحرة لبورد شاكا لانفراد بشومخر وسدد عن يمينه ليسجل هدف 3-2 للأرجنتين، لفي فازت الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثانية بتاريخها بعد عام 1978.